ما كنت أما. تذكري أنه تعب في ليله وفي نهاره كي يطعمك، كي يكسوك، كي يؤويك. تذكري أنه لا شك كان يحمل همك عندما كبرت ونشأت وصرت شابة، عندما تقدم لك الزوج، عندما تزوجت. نعم، قد يكون بخيلا في إبراز مشاعره تجاهك، قد يكون مسيئا في هذه الجزئية وهي مهمة التي ذكرتها، ولكن في نهاية الأمر هو أبوك. أنا أعلم جيدا أن هذه الشكوى التي شكوتها منه هي شكوى المحب. لو لم يكن حبه ملء قلبك لما شكوت، لاكتفيت بأنك تعتبرينه ظالما وتهجريه وتبتعدي عنه. لكن الشكوى المريرة التي قرأها الآن الأستاذ عمر أو الدكتور عمر هي نتيجة لكونك تحبين هذا الأب. بسبب محبتك لهذا الأب لم تتحملي أن تبقي وفي قلبك شيء عليه. هذه المحبة الآن أطلب منك أن تستخرجيها من داخلك. وكيف تستخرجينها؟ تتذكري فضله عليك، وتتذكري أيضا أننا بشر نخطئ ونصيب. فإذا أخطأ في هذا الأمر وهو كبير فقد أصاب في أمور أخرى. تذكري الخير الذي كان منه إذا حدثتك نفسك بالشر الذي كان منه. وتذكري شيئا أي آخر، عندما كنت طفلة رضيعة لا تملكين من أمرك شيئا، كان له دور في حمايتك، كان له دور في رعايتك، في الاعتناء بك. الآن هو قد كبر في السن، وفي الأعوام المقبلة سيكبر أكثر وأكثر، ومع تقدمه في السن ستتحول الأماكن. بالأمس كنت محتاجة إليه وقصر معك في شيء وأعطاك شيئا آخر كما قلت لك، لكن غدا هو المحتاج إليك. فالشيء الذي آلمك منه لا تجعليه يؤلمه منك. لما؟ لسبب واحد، أنك تعاملين الله سبحانه وتعالى. فإذا عاملت الله عز وجل في هذا الأب فثمرة هذه المعاملة أن ترضي الله فيه، وإن لم يرضي الله تعالى فيك في بعض الأشياء. وإذا صعب عليك هذا قومي وصلي، وفي السجود اسأل الله عز وجل أن يكرمك بهذا الخير. أسأل الله أن يغسل قلبك بنور من الإيمان والتقوى والإقبال عليه عز وجل، وأن يذيقك من حلاوة المعاملة معه سبحانه وتعالى ما يذهب عن قلبك مرارة ما كان من أبيك. وأسأله عز وجل أن يحنن قلب أبيك عليك، وأن يبصره بما ينبغي تجاه ابنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرسالة دي يمكن بتفتح مجال يعني لموضوع شائك الحقيقة. يعني أنا أعتقد أن في يعني حضرتك وصفتها بالجاهلية أو السلوك الجاهلي، أعتقد أن هناك العديد من الآباء لديهم هذا السلوك الجاهلي، يعني ما زالوا بيتعاملوا مع البنت بشكل مختلف عن الولد، يعني بيفرقوا بين البنت وبين الولد، وأحيانا لا يشعروا بنعمة البنت لما تكون البنت موجودة. فيعني أعتقد هل دي مشكلة محتاجة تعمق في الدين أكتر، ولا محتاجة ان الاب يكون عنده رضا بالنعمه اللي ربنا كتبها له، ان الذكر زي الانثى والاثنين طالما احسن تربيتهم فثوابه عند ربنا هيكون ثواب عظيم، ولا يعلم من الافضل؟ نعم، البنت الطاهره العفيفه المستقيمه افضل من الولد المائل الحال العاصي العاق، والولد المستقيم الطائع العفيف افضل من البنت المنحرفه. صحيح. فالافضليه هنا لا تتعلق بالجنس بقدر ما هي تتعلق بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، الناس سواسية كأسنان المشط. نعم. الله عز وجل خلق الناس على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النساء شقائق الرجال. فالأفضلية هنا تتعلق بالمعاملة مع الله والمعاملة مع الخلق، ولا تتعلق بجنس الإنسان. نعم، في التربية هناك فرق بين تربية الذكر وتربية الأنثى، هناك أمور يراعى فيها الذكر وهناك أمور تراعى فيها الأنثى، ليس على أساس المفاضلة، الخطأ هو المفاضلة، لكن على أساس الحاجة في التربية، على أساس ما ينبغي أن يراعى به كل جنس من هذين الجنسين. بل إن تربية البنت أفضل عند الله عز وجل. أظن في حديث مولانا للرسول عليه الصلاة والسلام، من أحسن تربية ثلاث بنات ثم أو بنتين أو بنت واحدة دخل الجنة. هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أن الذي يحسن تنشئة ثلاث من بناته كنا سببا في دخوله الجنة. تقول السيدة عائشة: يا رسول الله وابنتان؟ قال: وابنتان. قالت: يا رسول الله وبنت واحدة؟ قال: وبنت واحدة يا موفقة. وهنا ملمح، سيدة عائشة لا كان عندها ابنة ولا ابنتين ولا ثلاث، لم تنجب سيدة عائشة رضي الله عنها، ولكن لفقه السيدة عائشة وتوفيق الله تعالى لها كما وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما زالت تطلب من رسول الله أن يعم بالفضل حتى من كانت عنده ابنة واحدة.
هذا شيء ينبغي أن يلفت النظر إليه في مسألة طي صفحة الجاهلية هذه. لكن هناك شيء آخر وهو مبرر. في زماننا الخوف على البنت أكثر من الخوف على الولد. صحيح. أنا لا أتكلم هنا برؤية أن خطأ الولد لا يعتبر خطأ، خطأ البنت هو الذي يعتبر خطأ، لا. عند الله عز وجل الميل عن الطريق أو ارتكاب المعصية عند الرجل والمرأة على حد سواء. لكن أتكلم عن تبعات هذه المعصية في الدنيا، أما في الآخرة الأمر سواء. تبعات هذه المعصية في الدنيا إذا حصلت لا قدر الله، البنت تدفع ضريبتها أكثر، وأهلها يدفعون الضريبة أكثر. خطأ، صواب، انحراف في مجتمعنا، مشكلة أو غير مشكلة، هذا واقع نحن نعيشه. فهناك صعوبة أكبر وهناك مخاطر أكثر أيضا تحيط بالبنت وتحيط بالمرأة. لكن هذا كيف يترجم؟ هذا ينبغي أن يترجم بمزيد اعتناء بالبنت. صحيح. لا اضطهاد، لا مزيد اضطهاد للبنت، ينبغي أن يترجم بمزيد اعتناء بالبنت، بمزيد أخذ خاطر للبنت، بمزيد اهتمام بهذه البنت. تشعر البنت كلما بدأت تكبر في السن، كلما بدأت تراهق ثم تبلغ ثم تشوب، تشعر أن صدر أبيها يملأ صدرها عطفا وحنانا ويتسع لها. صحيح. ويغنيها عن أن تبحث عن ذلك عند رجل آخر. صحيح. طيب نطلع فاصل ونرجع تانية، أرجوكم ابقوا معنا. لو رأاك لأحبك. لو باسمه لا تمشي أمام أبيك، يعني حتى في الحركة والتنقل مكان إلى مكان امشي خلفه أو بجانبه، لا تتقدم عليه أدبا معه، ولا تستسب له، بمعنى لا تشتم أباء الناس فيشتموا أباك، ولا تقعد قبله، ما يكون الوالد واقف وأن تجلس، ولا تناديه باسمه. وهذه مسألة اليوم أصبحت يسمونها موضة أو فوضى، صار البعض يظن أنه من باب كسر الحاجز بينه وبين ابنه يعود ابنه أن يناديه باسمه مجردا، وهذا تقليد لغيرنا، قد يناسب غيرنا لكنه لا يناسبنا. التقرب إلى الأبناء والمجالسة لهم والملامسة لإشكالاتهم وصحبتهم لا تقتضي حرمانهم من معنى الأدب، وهذه أبسط درجات الأدب، أن ينادي يا أبتاه يا أبي، يعني هذه مسألة ينبغي أن تراعى، هذا من حيث حق الأب. لكن أيضا للأبناء حقوق على الأب، لا يتوهم الأب أن حقه على الأبناء حق مطلق لا يوجد عليه تعقيب فيه. أيضا لا يتوقع أن حقه على الأبناء حق ذاتي، إنما هو حق افترضه الله، فما دام الله عز وجل قد افترضه معنى ذلك أن عليه واجبات بجانب أمام هذه الحقوق. هذه سنة الحياة، الحقوق معها واجبات، وليست واجبات الآباء فقط أن ينفقوا المال أو أن يطعموا أو أن يكسوا أو أن يعلموا، أيضا أن يبنوا أبناءهم في داخلهم. لهذا قال أحد العرب لأبيه، أحد الشباب الموفقين، قال يا أبتا إن عظيم حقك لا يبطل صغير حقي. يا أبتا إن عظيم حقك لا يبطل صغير حقي، ولا أسوي بينهما، يعني ما أدعي إن حقي في نفس مستوى حقك عليه، ولا أسوي بينهما، ولا أسوي بينهما، ولا أرى أني وإياك سواء، ولكن الله لا يحب الاعتداء. هذا المعنى جميل، إن عظيم حقك لا يبطل صغير حقي. فلهذا يقال لوالد هذه البنت أو هذه الأخت إن عظيم حقك لا يبطل صغير حقها. فينبغي أن يراعى مثل هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بالأب. لكن كيف الحل؟ قد لا يكون الأب يسمعنا الآن، قد يسمع ولا يناسبه الكلام. طيب بماذا يجاب على مثل هذه البنت المتألمة؟ بس واضح أن الأب عنده مشكلة، المشكلة عاطفية يعني. هي وهنا برضو الحقيقة الرسالة دي تفتح قضية أخرى، ممكن أب يحب ابن عن ابن ويحب بنت عن بنت ويميز أحد عن أحد، والنتيجة كده زي ما تفضلت فضلتك وقلت أن أحيانا ممكن هو لما يجي يحب يدي مثلا دي حاجة زيادة عن دوت، رغم أن المفروض القاعدة الأساسية هي العدل طبقا للشريعة الإسلامية. هل مقبول من الأب أنه هو لا يساوي بالحب بين أبنائه؟ لا يحرم أحدا من أبنائه من الحب لصالح أحد، لكن أن يكون ابن أحب إلى قلبه من الابن الآخر هذا شيء عند الله. يعني مسألة القلوب لا يملكها الإنسان، قد يجد الإنسان ميلا في قلبه إلى ابن أكثر من الآخر. كان يسألون الإمام علي بن أبي طالب أي أبنائك أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يعافى. يعني طبيعة النفس البشرية قد تميل، هذا لا إشكال فيه. الإشكال عندما يتحول الميل من ميل قلبي إلى ميل تعاملي، عندما يترجم هذا الميل القلبي إلى سلوك،
صحيح. إلى حرمان أحد الأبناء حقا من حقوقهم. لكن يبدو من خلال ما فهمت من الرسالة أن الأب مر بمراحل في حياته، هذه المراحل في بدايتها الشدة كانت هي الأصل والقسوة والإساءة، ثم لما بدأ يكبر في السن جاءه الابن هذا في آخر الأمر، فما كان قد ضيعه من معنى العطف والحنان صبه في هذا الابن الذي جاء في آخر المطاف أو آخر العنقود كما يسمونه في مصر. كأن هذه المسألة نوع من ردة الفعل. نحن نقول هنا، وكذلك إساءته إلى الزوجة هذا شيء خطير. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو زار مثل هذا البيت ورأى هذا الرجل وهو يشتم الزوجة أو لا قدر الله يضرب الزوجة سيكون غضبه منه كبيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني المرأة لها قيمتها والزوجة لها حقها عند الله سبحانه وتعالى، ويحاسب أمام الله عز وجل على ذلك. لكن الآن يبقى خطاب يتوجه إلى البنت، هذا والدك، يعني يا بنيتي هذا أبوك بعيبه بسوئه بإحسانه، هذا أب وقد ابتليت به كما يبتلى آخرون بأبناء، والذين يبتلون بأبنائهم أشد ألما ممن يبتلون بآبائهم، ولعل الله عز وجل أعطاك فرصة لتقابلي إساءة أبيك بالإحسان حتى يكرمك بألا تجدي إساءة من أبنائك بعد ذلك، لأنها ستكون أشد ألما من إساءة أبيك إليك. الأمر الثاني، اجتهدي واعملي، وهذا أيضا الكلام يعود إلى البنت الأم المكلومة التي اشتكت قبل قليل، اعملي على أن استخدام سلاح الدعاء، اسجدي لله عز وجل وتوجه إليه بحرقة، يا رب حنن علينا قلب أبي، يا رب أصلح أبي، يا رب احفظ أبي، يا رب رد أبي إليك مردا جميلا، يا رب ارزق أبي التوبة. تعرفين لماذا؟ لأنك تحبينه بالرغم من شكواك، ما اشتكيت إلا وأنت تحبين. لولا قدر الله بلغك أن الوالد خرج وحصل له حادث سيارة وهو الآن في غرفة الإنعاش لا قدر الله، كم ستجدين من الأثر؟ الآن قد تقولين لا لن أتأثر، بل ستتأثرين لأنك تحبينه. هذا الأمر حاولي أن تستخرجيه من قلبك الآن بالدعاء له، لأنك لا ترضي أن تأتي يوم القيامة وقد كتب الله لك النجاة، وكتب لأمك النجاة، وكتب لأختك النجاة، وكتب لزوجك وأبنائك النجاة، وتنظرين فترينه يهوي في نار جهنم بسبب إساءته إليكم. أخشى علي أن يذهب النار إلى النار بسبب إساءته إليكم، ولأنك لا تريدينه أن يذهب إلى النار، أولا سامحيه في قلبك. ستقولين المسامحة صعبة، أعلم أنها صعبة، لكن اسمعي، ألا تحبين أن يغفر الله لك؟ إذا جئت يوم القيامة وقد أذنبت وأسأت وكلنا يسيء ويذنب، ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرض عليك الأخطاء التي ارتكبتها في حياتك، كيف يكون شوق قلبك إلى المغفرة والعفو؟ اسمعي، إذا استخرجت معنى العفو والمسامحة من قلبك الآن تجاه أبيك، هذا سيكون بشارة لك من الله أن الله سيسامحك أنت في أخطائك إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى، وادعي له في ظهر الغيب. وكيف تعاملينه؟ عامليه بالإحسان، كلما أساء أحسني، كلما أساء أحسني، واصبري قليلا وسترين كيف أن هذا أن معول الإحسان الذي تضربين به على صخر قلب أبيك سيفجر ينبوع الحنان من داخل هذا القلب. أسأل الله لك التوفيق. بس مولانا كتر الأسية بيقطع روح المحبة، يعني ما ممكن الصبر على الأسية فترة وفترتين وثلاثة، لكن في الآخر صدقني المحبة موجودة. لماذا؟ لأن دمه يجري في دمها في عروقها، هي قطعة منه. الكلام هذا لو تكلمنا عن جار، لو تكلمنا عن صديق، حتى لو تكلمنا عن زوج، لكن الأب يعني دمه يجري في عروقها. أنا أقول لحضرتك كده ليه؟ لأن أنا يعني أذكر يعني بعض الحوارات كنت عملتها مع بعض الشخصيات، شخصيات عامة، ألاقيها تقول لي يوم ما مات أنا ما حزنتش عليه، ألاقيه يقول لي أنا يوم ما مات ما دمعتش عليه، ما عيطتش عليه، يعني مات الله يرحمه وخلاص. فحسيت إن رغم إن كل واحد منهم كان عنده قصة، يعني حقيقة إن والده كان بيتعامل معاه بقسوة الحقيقة جدا، ف يعني أنا شايف إن دي تبدو شوية مثالية، فكرة إن مهما كانت قسوة الأب لكن الابن يكون برضو يعني مندفع في هذه العلاقة ومحاول إن هو يعني يصلح هذه العلاقة، أعتقد ممكن تيجي في لحظة وتوقف هذه العملية. كلامك جدا صحيح، لكن ليست مثالية. هو صحيح من حيث أنه بالفعل الناس تجد ذلك، لكن متى يحصل هذا الذي تقوله؟ عندما تكون العلاقة بين طرفين.